أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. قال نائب وزير النقل ناصر شريف إن الموانئ البرية والبحرية في المدن المحررة جاهزة لاستقبال المعونات الإغاثية، مؤكدا أنه خلال أسبوعين سينضم ميناء المخا إلى هذه الموانئ، حيث تجري حاليا عملية تجهيزه من قبل الحكومة وبدعم من دول التحالف. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مدى جاهزية الموانئ والمنافذ التي تسيطر عليها الحكومة لاستقبال المعونات والمواد الإغاثية، وعلاقة هذه التحركات بمعركة الحديدة المرتقبة، والحديث عن إغلاق الميناء الذي تسيطر عليه الميليشيا. في إطار ما يبدو أنه تحضيرات لخوض معركة الحديدة المنتظرة، تعمل السلطات الحكومية والتحالف على تجهيز الموانئ والمنافذ البرية التي تسيطر عليها لاستقبال المواد الإغاثية ولتصبح المنفذ الرئيس للحركة التجارية القادمة إلى البلد. محافظ مأرب أكد أنه يجري دراسة لإنشاء ميناء بري في المحافظة، أي محافظة مأرب، لاستقبال المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية. وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن إنشاء ميناء بري في مأرب سيمكن من إدخال المساعدات إلى 4 محافظات مجاورة. قبل أن نبدأ نقاش مع ضيوفنا نذهب لمتابعة هذا التقرير. على وقع التحركات العسكرية المتسارعة في اتجاه تحرير ميناء الحديدة، تنشط الحكومة الشرعية في توفير موانئ بحرية وبرية بديلة لإدخال المساعدات الإنسانية. تتجه أنظار الشرعية نحو المخا كأحد الموانئ الرئيسية البديلة، فالجهود جارية كما يقول نائب وزير النقل ناصر شريف لاستكمال تجهيز الميناء، مؤكدا أن وزارة النقل تعمل على نقل رئاسة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى منطقة المخا. أضحى ميناء المخا بعد ثورة فبراير مطلبا وطنيا لاستعادة تاريخه الحضاري، حيث يعد من أقدم الموانئ في شبه الجزيرة العربية وسوقا رئيسية لتصدير القهوة للعالم القديم. تم تحويل المخا في عهد المخلوع صالح إلى مرفأ للتهريب، وفي عهد ميليشيا الحوثي إلى موقع عسكري لحصار تعز وتهديد الملاحة الدولية. التحضيرات الحكومية لميناء المخا تأتي بالتوازي مع جاهزية منافذ برية كمنفذ الوديعة على حدود السعودية ومنفذي شحن والمزيونة على حدود سلطنة عمان. بحسب تصريح محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة، فإن الحكومة تتجه إلى إنشاء ميناء جاف في مأرب لاستقبال المواد الإغاثية والواردات التجارية، ويأتي هذا الميناء وفق مصادر حكومية كرد عملي على استحداث الميليشيا لمنافذ جديدة على مداخل صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتها. بنظر اقتصاديين يعد ميناء الحديدة الرئة الاقتصادية الوحيدة للميليشيا. تشكل الموانئ البديلة للشرعية حصارا خانقا عليها، لكن عسكريين يعتقدون أن العملية العسكرية الجارية الآن ربما تستأصل تلك الرئة إلى الأبد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ النقاش مع نائب وزير النقل الذي ينضم إلينا من القاهرة السيد ناصر شريف. مرحبا بك سيد شريف. مرحبا سيد. أهلا بك سيد ناصر. تقولون إن الموانئ والمنافذ البرية التي تديرها الحكومة أصبحت جاهزة لاستقبال المواد الإغاثية والحركة التجارية، هل هذا يعني أن هذه المنافذ ستكون المنفذ الرئيسي للحركة التجارية والمساعدات الإغاثية في البلد خلال الأيام القادمة؟ بالفعل احنا لدينا توجيهات استثنائية من فخامة رئيس الجمهورية والرئيس الحكومة بتجهيز هذا كل المنافذ اللي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، سواء نعم. البرية والبحرية، نعم. سواء الوديعة وشحن وعدن والمخلة، والآن لا سيما في الطريق يتم تجهيز ميناء المخاء الذي بالتعاون مع قوات التحالف، نعم. واللي يقوم بدوره أيضا في استقبال كثير من السفن اللقاتة. نعم،
هل بات الوضع في هذه المحافظات خاصة عدن والمخا هذا الوضع الأمني أصبح جاهز للعب هذا الدور؟ حقيقة هو معروف الوضع في العاصمة عدن أنه أصبح الميناء الرئيسي الأول، وزادت وتيرة استقبال السفن التجاري والبضائع إلى أكثر من 160% عن ما كان عليه في السابق، وبالتالي الآن يجرى في خلال تقريبا 20 يوما سيكون ميناء البخا جاهز بصورة أولية لاستقبال السفن الغاثة. والوضع الأمني في المخا الآن ممتاز بعد ما عافت فيه الميليشيات كثير من الدمار والعبث. هذا بالنسبة لميناء عدن، ماذا بالنسبة لميناء المخا؟ هل أصبح ميناء المخا جاهز لاستقبال المواد الإغاثية؟ وأيضا ميناء المخا تم ترتيب له من وزارة النقل تجهيز الطواقم الإدارية وكثير من الأعمال الفنية سواء في البناء العايم وأخراج السفن ما يسمى الخردة وتجهيز الرصيف الآن لاستقبال السفن القائمة، وطبعا الوضع الأمني هناك كثير من قوات المقاومة الجنوبية وأيضا كذلك قوات الجيش والتحالف هناك موجودة مسيطرة إلى ما بعد المخا، يعني إلى ما بعد الخوخة، فالوضع هناك مستتب ويجهز لهذا الأغراض وبالتنسيق ايضا مع الامم المتحده والشؤون الانسانيه لاستقبال البضائع كامينه من ضمن الموانئ الاخرى. نعم. سيد ناصر، السؤال الابرز الذي يطرحه المشاهد الان، ماذا بعد ان تصل هذه المساعدات الى هذه الموانئ التي اعلنتموها؟ هل لدى الحكومه القدره والامكانيه على ايصال هذه المساعدات إلى بقية المحافظات وخاصة المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا؟ طبعا هناك خطة ويشارك فيها كثير من أجهزة الدولة وكذلك رجال الأعمال ومهتمين في نقل البضائع، وهذا هو يهمنا بالدرجة الأولى، نقل كثير من البضائع والمواد الغذائية والإغاثية إلى أبناء الشعب اليمني، وأعتقد حتى في الظروف الصعبة والدقيقة تتم عملية نقل البضائع والمواد الغاثية برغم التعقيدات الأحيان اللي تعانيها في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية. ألا يعني هذا أنه سيتحتم عليكم التنسيق مع سلطة الحوثيين وسلطة الانقلاب في صنعاء؟ كيف سيتم إيصال ذلك إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا؟ أعتقد حاجة المواطنين في المواد الغذائية وأيضا وجود كثير من التجار المنتشرين في أنحاء الجمهورية هي عملية تتجاوز هؤلاء، وليس احنا لا يوجد بيننا وبينهم اي عمليه تنسيق، وبالتالي الامم المتحده بتطلع على هذا المساله. فكثير من البضائع هي تنقل سواء على مستوى ايضا حتى موضوع الركاب، موضوع حركه المواطنين، يتم عمليه التنقل بشكل شبه طبيعيه. نعم. نعم. إذا ما يمكننا القول أن هذه التجهيزات تعتبر جزء من الإعلان عن معركة الحديدة رغم معارضة الأمم المتحدة، الأمم المتحدة حتى الآن لم توافق على قرار الحكومة بخوض وقرار الحكومة والتحالف بخوض معركة الحديدة، هل نعتبر أن القرار حسم رغم معارضة الأمم المتحدة؟ وكيف سيكون بخصوص المساعدات الآتية من هذه الجهات؟ الأمم المتحدة غير موافقة على قرار معركة الحديدة وهي أيضا من تقوم بإيصال المساعدات والإغاثة للشعب اليمني. نحن الحقيقة أتتنا اتصالات من الأمم المتحدة بخصوص عملية التنسيق أو السؤال والتأكد فيما هل المنافذ البرية والبحرية إذا ما هي تكون جاهزة أو مش جاهزة، وبدينا استعدادنا. وفي الحقيقة منفذ الوديعة وشحن وميناء عدن وميناء المكلا ونشطون وغيرها من الموانئ هذه هما على أكثر من سنتين في ظل الحرب، وهي موانئ أيضا شقالة ومنافذ برية شقالة. فموضوع الجانب العسكري هذا موضوع يختص به القيادة السياسية مثلا بخامة الرئيس. نعم.
وقيادة المقاومة، وهذه مسألة تعود إليهم. ولكن بات من الواضح أنه لابد من استرداد ميناء الحديدة الذي يشكل منصة اقتصادية مهمة للبلد، ولا زالت تسيطر عليها ميليشيات انقلاب وتعبث بهذا الصرح الاقتصادي والمحافظة وأبناء الحديدة الطيبين. فأعتقد أنه المسألة هي مسألة كربة، وهذه مسألة بيد القيادة السياسة الوطنية. نعم، إذن نائب الوزير تفضل بالبقاء معي، سأعود لك لنستوضح عن المزيد من النقاط، ولكن اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي الذي ينضم إلينا من عدن. مرحبا بك سيد محمد، لعلك استمعت لحديث السيد ناصر شريف. هل باعتقادك الحكومة لديها القدرة والإمكانيات؟ هل هي قادرة على إتمام هذه القرارات وهذه الخطوات بنجاح؟ في الحقيقة الحكومة يبدو أنها بدأت يعني أو طرحت هذا الموضوع بثقة تامة، وتكلمت عن منافذ بديلة لمنفذ ميناء الحديدة، وهذا يشعر المستمع مباشرة أنه أمام قرار مدروس من مختلف الاتجاهات. سيكون دورنا بعد ذلك إذا ما يعني أصرت الحكومة على هذه الخطوة، وهي خطوة جيدة من ناحية كبح الموارد التي كانت تتدفق إلى الانقلابيين في صنعاء، وكذلك هناك تمييز كبير بين التجار، وهناك بلاغات وشكاوى من الغرف التجارية المختلفة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين من ممارسات ضد الاقتصاد وهو عمود البلد. نعم. لذلك تصريح النائب الوزير، وهو تقريبا حتى الآن أعلى سقف للتصريحات التي صدرت من الحكومة، وكانت في السابق تنفي أنها ستغلق ميناء الحديدة. هذا القرار الذي يتحدث به الأستاذ ناصر هو قرار يعني مشجع لإحياء كافة المنافذ، وهذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح الآن. ما هي الاستعدادات التي قامت بها الحكومة من أجل إبقاء هذه المنافذ على أهبة الاستعداد لاستقبال كل يعني هم تحدثوا فقط عن الإغاثة، لم يتحدثوا عن طرق التجارة، وهذا ربما نحتاج إلى استفسار من الأستاذ ناصر وهو موجود معنا. تحدث فقط عن الإغاثة، وكأن الموضوع متعلق كما تفضلت قبل قليل بسؤاله عن دور الأمم المتحدة التي يعني أصرت حتى وقت قريب على إبقاء ميناء الحديدة، مع أنهم أيضا لديهم توجه بدراسة منافذ كثيرة للإغاثة ومنافذ أخرى. وهذا يعني أيضا يشير إلى أن الأمم المتحدة أيضا وجدت أن هذا إبقاء ميناء الحديدة بأيدي الحوثيين وبأيدي ميليشيا المخلوع صالح قرار غير صائب، أو على الأقل من وجهة نظر الأمم المتحدة يجب تعديل. نعم سيد محمد، إذا اسمح لي أن أنقل تساؤلك إلى السيد ناصر ليجيب عليه. إذا سيد ناصر شريف، السيد محمد الجماعي يسأل عن الاستعدادات التي بدأت بها الحكومة لتهيئة لإنجاح هذه الخطوة وهذا القرار. ما هي الاستعدادات هذه؟ هل لك أن تحدثنا عن ماذا قمتم به من استعدادات؟ هو حقيقة جارية الاستعدادات، سواء أنه تعمل هذه الموانئ البرية والبحرية بأقصى طاقتها، ويتم عمل تسهيلات بشكل استثنائي في ما يخص البوادي الإغاثية. بالنسبة نحن لا نركز في موضوع الإغاثة فقط، بس لأنه هناك طرف استثنائي، وإنما نحن عازمين في موضوع الحديدة والقيادة السياسية أيضا باسترداد موضوع من الحديدة كميناء حيوي سيطر عليه ميليشيا عبثية وتعبث باقتصاد البلد. فهذا موضوع هناك في تصميم على هذا المسألة. أما بالنسبة لمسألة التجهيزات، في هناك توجيهات من قيادة وزارة النقل للمنافذ البرية والبحرية للعمل بأقصى طاقتها وتسهيل الإجراءات، سواء في جانب الجمركي والنقل، وأيضا للتعامل بالشفافية وتسهيل الإجراءات سواء للتجار وللنقل
في هذه الظروف، يعني في هناك استعدادات وبالتعاون ايضا مع الاجهزه الامنيه، وهناك ايضا دعم من قوات التحالف، يعني تعاونت معنا حتى في المواني البديله فيما يخص التجهيزات الاوليه. نعم. نعم سيد ناصر، سؤال أخير، كيف ستتعاملون في حال رفضت الأمم المتحدة القبول بإعلان ميناء الحديدة منطقة حرب ونقل الأنشطة الإغاثية إلى موانئ أخرى؟ نحن نتلقى توجيهاتنا من قيادتنا السياسية الشرعية، وأيضا لدينا أغلب منافذ البلاد البرية والبحرية هي بحوزة الحكومة الشرعية، وحركة التجارة نحن مسيطرين عليها كامل، وبالتالي نستطيع أن نخدم الشعب اليمني وسنمارس مهامنا الوطنية من بهذا الاتجاه، ونلتزم بقيادتنا لن نلتزم بأي إجراءات أخرى. نعم، إذا نائب وزير النقل سيد ناصر الشريف كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد محمد الجماعي، أنت تحدثت بتفاؤل عن القرار ووصفته بأنه متأخر وأنه سيكون في مصلحة معركة استعادة الدولة، ولعلنا استمعنا لهذا الحديث سابقا في القرار الذي كان يتعلق بنقل البنك المركزي إلى عدن، وأنه سيكون خطوة بصالح المواطن وليس العكس. الآن بعد شهور من هذه الخطوة وتوقف الرواتب ولم يلاحظ المواطن فرق لصالحه بذلك، يعود ليتخوف من هذه الخطوة الجديدة. في الحقيقة المواطن يعيش أزمتين، هناك أزمة إنسانية وهناك أزمة شرعية، ولعل الثانية مرتبطة بالأولى وتظل وتستمر في وجود أيضا حكومات ضعيفة أو حكومات هشة. لكن في اعتقادي أن تحويل الصورة إلى صورة من صورة شوهاء إلى صورة حقيقية هو كان أوجب الواجبات على الحكومة، لا أن تكون حكومة شرعية وتنتظر في آخر الشهر للرواتب من الحوثيين، وهذا في نظري يعني يعطي المواطن صورة ذهنية غير جيدة عن معركة استعادة الشرعية، وبالتالي الحكومة كانت تضع في حسبانها الأمرين معا وعملت على ذلك. لكن مثل ما تلاحظين الآن، ولعل هذا هو الرد المناسب على سؤالك، لماذا تعثرت الأمور قليلا، لماذا لم يجد المواطن الموضوع يعني أثر للموضوع أثرا مباشرا للموضوع. هناك حصار خارجي تطبقه جهات كثيرة جدا على الحكومة، ولا تسمح لها بالتوسع في استخدام إمكانياتها، لعل يعني الجهات الأخرى لها ذرائع متعددة بحكم. من هي هذه الجهة التي تقصدها سيد محمد؟ هل لك بتسميتها؟ أعتقد أن الأمم المتحدة الآن وهي أول معارض، وإن كانت قد رفعت الغطاء عن معارضتها يعني نقل السيطرة على ميناء الحديدة من قبل الشرعية، طلبت حتى الشرعية والتحالف من طلبت التحالف من الأمم المتحدة أن يشرف على ميناء الحديدة إشراف مباشر، رفضت. ذرائعها أن هناك حالات إنسانية وإغاثة وغيرها، لكن يعني الحكومة تنظر إلى مثل هذا الموضوع على أنه عرقلة كبيرة جدا لجهودها في معركة الاستعادة الشرعية، وكذلك في عدم السماح لتدفق الأموال للحوثيين. هناك الكثير، وهناك يعني قرارات ربما البنك الدولي يعني إن يعني لم تقف الحكومة يعني بقوة تجاه الموضوع الذي يريد البنك الدولي أن ينفذه بإنشاء صندوق خارجي بعيدا عن سيطرة البنك المركزي ل يعني تسهيل اعتمادات التجار والبنوك وغيرها. نعم. وهذا في نظري يضع الشرعية على المحك، وهذا أيضا من ضمن الأسباب التي تجعل الحكومة تشعر وتشكو بين الحين والآخر حصار المجتمع الدولي لحركتها وإبقائه لها.
نعم، هو كان ما في الأمر أن اليمن بلد كما تعرف يعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد، وبهذه الفترة على المساعدات الإغاثية التي تصل إلى المواطنين، ونتمنى ألا يزيد هذا القرار الطين بلة. سؤال أخير سيد محمد، الأمم المتحدة عبر عدد من المنظمات التابعة لها قالت إن ميناء الحديدة لن يغلق قبل 5 أشهر على الأقل، ماذا يعني ذلك؟ يعني هناك ما تزال يعني محاولات لإبطال الموضوع. أعتقد أن الحكومة إخراج الحكومة لقرارها عن طريق وزارة النقل هو أيضا من هذا الباب. لم يقرر رئيس الوزراء ولم تقرر يعني الحكومة الشرعية حتى لا تصطدم وجها لوجه مع الأمم المتحدة. هناك حرب بالوكالة عن الحوثيين وميليشيا المخلوع صالح من قبل جهات أخرى، والدليل هي الحملة التي دشنت قبل ايام ان ميناء الحديده هو الشريان الذي سيموت اليمنيون ان اغلق هذا الميناء وغيره. مع ان هناك جمارك في الدمار وجمارك في صنعاء ودويلات يعني تقرر لانفسها انظمه وفقا لمصالح الخزينه الخاصه بها. نعم، وهذه ربما هي ما رفع التجار، التجار لم يشكوا من وضحت الفكره، شكرا. في ميناء الحديده مثل ما رفعوا عقيرتهم بسبب جمرك صنعاء وجمرك ميناء يعني دمار. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك سيد محمد الجماعي، كنت معنا من عدن وأنت الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام الآن ينضم إلينا من تعز المحلل السياسي عبد العزيز المجيدي، مرحبا بك سيد عبد العزيز. وبداية، ما هي الدلالة السياسية التي قد يحملها إعلان الحكومة جاهزية موانئها ومنافذها لاستقبال المساعدات الإغاثية عوضا عن ميناء الحديدة؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أعتقد بأن هناك ترتيبات على ما يبدو لبدء معركة ميناء معركة تحرير الحديدة، وهذا الأمر تم الإعلان عنه وجرى الحديث عنه على ألسنة كثير من المسؤولين المدنيين والعسكريين. بالمقابل أيضا كانت الأمم المتحدة تقريبا خلال الشهر الفائت تحدثت عن دراسة خطط لإيجاد موانئ بديلة للحديدة من أجل إيصال المساعدات، مع أنه لاحقا أيضا جرى على ألسنة مسؤولين في الأمم المتحدة الحديث عن ضرورة بقاء ميناء الحديدة مفتوحا واستمراره لتدفق ما يسمى المساعدات. المسألة المرتبطة في بدرجة رئيسية بجانب سياسي. نعم. إعلان الحكومة عن جاهزية هذه الموانئ ليس جديدا، كانت هيئة موانئ خليج عدن أعلنت في أغسطس 2015 عن جاهزية ميناء عدن لاستقبال جميع أنواع البضائع والمساعدات لليمن. ربما كان هناك بعض الإشكالات اللاحقة التي جرت بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في عدن، وبسبب أيضا وجود ربما كان نقاط تفتيش وجبايات، لكن بعد ذلك انتهى هذا الامر. وكان ميناء عدن اعلن عن انه خلال العام 2015 و2016 جرى تزويد كثير من المناطق المحافظات الشماليه في الواردات التجاريه التي كانت عباره عن تحتل نسبه من 90 الى 95% من واردات ميناء عدن، كانت كلها تذهب باتجاه او معظمها باتجاه المحافظات الشماليه. نعم. من الواضح ان الترتيبات جاريه، او ربما هناك شكل من اشكال المساومات فيما يخص البدء بتحرير ميناء الحديده. واضح حتى الان ان التحالف العربي والسلطه الشرعيه يدركون تماما ان استمرار ميناء الحديده بيد الميليشيات سيساهم باطاله امد الحرب والتزود بالسلاح، وبنفس الوقت ايضا يمكنهم من الحصول على الكثير من الموارد الناجمه عن تدفق مساعدات الامم المتحده التي تنهب، وبنفس الوقت ايضا الواردات التجاريه التي يتم فرض عليها جمارك وخلافه، وبالتالي تحصل على الكثير من الموارد التي تساعدها على إطالة أمد الحرب، لأنها لا تريد ليس لديها من مشروع سوى الاستمرار في الحرب. نعم سيد عبد العزيز، بإذا تحدثنا عن الجهات الرافضة لهذه الخطوة، تقرير صادر عن 3 منظمات دولية حذر من ما أسماه العواقب الوخيمة لإغلاق ميناء الحديدة، برأيك لماذا تصر هذه المنظمات على استخدام ميناء الحديدة ورفض كل ما تقدمه الحكومة من بدائل ودعوات لها لاستخدام الموانئ البديلة؟
سيدتي الكريمة، لو كانت هذه المنظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة تحاول أن تقدم لنا تفسيراً منطقياً عما جرى خلال الفترة الماضية عندما كان الميناء مفتوح لتدفق هذه المساعدات، لكانت توصلت إلى نتائج عقلانية ومنطقية أيضاً، تجعل من مسألة البحث عن بدائل لميناء الحديدة يفترض أن يكون هدفاً جوهرياً للأمم المتحدة، لأن هذه المساعدات لم تصل إلى مستحقيها. عندما نتحدث عن أن المحافظة الأولى التي تحتل النسبة الأكبر في المجاعة والوصول إلى هذا المستوى من الانهيار هي محافظة الحديدة التي يقع فيها الميناء، فأين كانت تذهب هذه المساعدات برأي الأمم المتحدة وهذه المنظمات؟ أعتقد بأن هذه المنظمات وكثير من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ربما كانت إلى حد كبير تواطأت في كثير من الإجراءات الخاصة باستمرار تدفق المساعدات حصريا على تلك المناطق. وعندما نتحدث عن ميناء مفتوح وواسع ويقدم خدمات استثنائية لا يستطيع أن يقدمها ميناء الحديدة كميناء عدن، يحاولون أن يتلكؤوا ويبحثوا عن مبررات تتحدث عن موضوع تدفق 70% من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. سيد عبد العزيز، ما إذا تحدثنا عن إمكانيات الحكومة لا تصل إلى مستحقها أصلا. نعم، إذا ما تحدثنا عن إمكانيات الحكومة، هل لدى الحكومة القدرة على إدارة هذا الملف بسلاسة ودون عراقيل والسيطرة على أي أعراض قد تنتج في حال عدم وصول المساعدات إلى محتاجيها وحدوث عرقلات في هذا الموضوع؟ لديها القدرة على السيطرة على الأمر ومعالجته؟ يا سيدتي الكريمة، إذا عدت إلى بيانات ميناء عدن خلال الفترة الماضية ستجدين بأن هناك 270 ألف حاوية وصلت إلى الميناء، 90 إلى 95% من هذه الواردات وصلت كانت تخص المحافظات الشمالية، فلماذا هذه الواردات وصلت ونخشى من أن لا تصل تلك الواردات التي يمكن أن تأتي عن طريق محافظة عدن؟ بالتأكيد الحكومة مسؤولة بدرجة رئيسية في تأمين مثل هذه المساعدات وتدفقها ووصولها بشكل سلس وآمن إلى كثير من المناطق، وأعتقد أن هناك إجراءات يجب علينا أن نعترف بأنها بذلت خلال الفترة الماضية، وكان هناك نقاط تفتيش تضاعف الأعباء المفروضة على التجار من خلال بعض الإتاوات المفروضة في بعض المناطق قبل أن تصل إلى المناطق الشمالية، لكن هذه النقاط أزيلت بشكل كامل وأصبح هناك مسار سلس يصل المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، الطرق مفتوحة، وإذا حصلت أشياء أو ربما وقائع من نوع ما ربما تكون استثنائية وليست رئيسية، لأن مثل هذه الوقائع التي ربما تستخدمها المنظمات الدولية بديعة. نعم، شكرا لك. عليها أن تسأل أين ذهبت هذه المساعدات من خلال تدفق المساعدات إلى الحديدة. نعم. من الحديدة هي المحافظة الأكثر جوعا في اليمن، ومع أنها الشريان الرئيسي لتدفق المساعدات، أين ذهبت هذه المساعدات؟ نعم، وصلت الفكرة. سيد عبد العزيز المجيدي الذي محلل سياسي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من القاهرة نائب وزير النقل السيد ناصر شريف، ومن عدن الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، ومن تعز المحلل السياسي عبد العزيز المجيدي. هذه تحياتي أنا أمل علي وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة، نلقاكم على خير.